السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في صحه جيده وفي احسن الاحوال. وكيف معودة المتتبعين الاعزاء ديالي، دائما الجديد معنا والمذكوريه. كنتمنى دائما نكون كنفيدكم ونكون عاد حسن الظن ديالكم. اليوم جبت لكم بارطمان ما شاء الله، بارطمان غزاله، نتوما غتشوفوا التفاصيل ديالها وغادي تعجبكم وغتنال الاعجاب ديالكم لانها كتستحق الصراحه. بارطمان زوينه. قبل ما نبدا في التفاصيل ديال هاد البارطمان هادي، كنبغي نشكر المغاربه ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن على الدعم ديالكم للنوال المذكوريه والتشجيعات ديالكم ليا، شكرا لكم. ومرحبا بالناس اللي يلاه دخلوا القناه جداد، مرحبا بكم. ما تنسوش تضغطوا على ديك الكتبه الحمراء اللي كتكون تحت لا فيديو باش دائما يبقى يوصلكم الجديد. وعلى بركه الله غادي نبداو في التفاصيل ديال هاد البارطمان هادي. بارطمان ما شاء الله، بارطمان زوينه وفصالتها رائعه. ها نتوما غتشوفوا التفاصيل ديالها، فيها ثلاثه البيوت. الناس اللي كيسولوا على ثلاثه البيوت وصالون، فيها 106 في المتراج، كتواجد في سيدي مومن شارع الادارسه شوكيه، عندها جوج واجهات. وهادو راه كاينين جوج بارطمانات باغين يتباعوا، كاينه هاد البارطمان هادي في الثروازيام ايطاج، وكاينه البارطمان اللي فوق منها يعني باغا تباع معاها، فجوج بارطمانات في بارطمان وحده. ايوا صحاب الهمزه. المهم بالنسبه للتفاصيل ديال هاد البارطمان هادي، فيها ثلاثه البيوت وصالون تبارك الله كبير، وفيها مراحه تبارك الله كبير، وفيها كوزينه، وفيها حمام في بيت النعاس، وفيها حمام في الدار، فيها دوش وحمام في بيت النعاس، وفيها دوش وحمام في الدار. مهم هانتوما غتشوفوا التفاصيل ديالها كامله. صالتها ما شاء الله غزاله. بالنسبه للسراجم راه فيهم الالومنيوم، بالنسبه للكوزينه ايكيبي. المهم مجهزه، هانتوما غتشوفوا التفاصيل ديالها كامله. الاصلاحات دايزها الكلام، اللي بغاها مرحبا يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. كما قلت لكم التفاصيل ديال هاد البارطمان هادي، كتواجد في الثروازيام ايطاج، فيها ثلاثه البيوت وصالون وسيجور. السيجور تبارك الله راه كبير، فيها كوزينه كبيره، مهم تبعوا التفاصيل ديال هاد لا فيديو كامله باش تعرفوا التفاصيل ديالها. المهم هذه راه البارطمان اللي كتواجد في الثروازيام ايطاج، وغادي نشارك معكم البارطمان اللي كاينه فوق منها. بارطمان اللي فوق منها تبارك الله بارطمان كبيره، فيها 60 متر، فيها حتى هي جوج البيوت وصالون وسيجور، وفيها دوش وحمام، وفيها كوزينه، وعاد باش كاين سطح. المهم هانتوما غتشوفوا التفاصيل كامله. كما قلت لكم بالنسبه لهذه المتراج، فيها 106 متر بالدروج، 106، ومني كنحيدوا الدروج كتبقى 96 متر. بالنسبه للبارطمان اللي كاينه فوق منها، فيها 60 متر ومصلوحه حتى هي، نفس الخدمه نفس الاصلاح. انتم غتشوفوا التفاصيل كامله. هادو البلاكارات، مهم الفينيسيو دايزو الكلام ما شاء الله. عندها جوج واجهات، جات شوكيه، جات على الشارع. المهم اللي بغاها مرحبا يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. بالنسبه للثمن ديالها هو 160 مليون، قابله للتفاوض. اللي بغاها يجي يشوفها ويتفاوض مع مولاها مرحبا. تبارك الله ما شاء الله، فصالتها غزاله.
المهم تبعوا التفاصيل من الاول حتى الاخير ديال لا فيديو باش تعرفوا جميع التفاصيل. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على الجديد، ان شاء الله راه كاين الجديد وكاين بارتمات غادي نشاركهم معكم. كاين بارتمات في الحي محمدي، كاين بارتمات في البرنوسي، سيدي مومن، جوهره، المعارف، الولفه. المهم راه كاين بارتمات ان شاء الله غادي نشاركهم معكم. وكنتمنى من الناس اللي كيحطوا عندي العقار يسمحوا ليا، راه كيكون علينا شويه الضغط، داكشي علاش ما كيبقاو يتواصلوا معايا ويقولوا لي انا علاش ما حطيتيش لينا لا فيديو ديالنا، راه كيكونوا الناس قبل منكم. راه ما كرهتش نحط الفيديوهات ديالكم كاملين في دقه، ولكن راه ما يمكنش، خاصني كل نهار ننزل فيديو، راه كنحاول كل نهار، كنت كنحط نهار ايه نهار لا، مي دابا راه كل نهار كنحط فيديو باش على الاقل باش نحط ما اكثر. وكنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع وعير الصبر ان شاء الله كاملين. غادي نحط لكم البارتمات ديالكم مرحبا. والناس اللي كيتواصلوا معايا الله يجازيكم بخير، الا ما جاوبت شي حد يعاود يتواصل معايا، راه ماشي ما كنبغيش نجاوب، ولكن راه كيكون واحد الضغط كثير، ومني كيتصيفطوا مره واحده ولا جوج راه كيصيفطوا الناس بزاف وراكم لي ميساج ما كيبقاش يطلع لي الميساج ديالكم. داكشي علاش بعض المرات راه ما كنجاوبش، ماشي ما كنجاوبش ما كنبغيش نجاوب، وانما راه ما كيبقاش يطلع لي الميساج ديالكم داكشي علاش. فالله يجازيكم بخير، اللي تواصل معايا سولني وما جاوبتوش يعاود يتواصل معايا ان شاء الله باش يطلع لي لي ميساج ديالو. المهم كملوا لا فيديو من الاول حتى الاخير كما قلت لكم باش تعرفوا جميع التفاصيل. بالنسبه للبارتمات اللي باقيين عندنا، فكاين عندنا الحي محمدي، كاين عندنا بارتمان زوينه في الحي محمدي، وكاين لاسانسو بارتمان فيها 60 متر، الثمن ديالها هو 40 مليون. اللي بغاها مرحبا، جات على الشارع قرب مستشفى محمد الخامس، اللي بغاها مرحبا. وكاينه عندي بارتمان في ديور الامان في الحي محمدي، حتى هي مازال كاينه، اللي بغاها مرحبا، في بروميير ايطاج. وبالنسبه لسيدي موما كاين عندنا بارتمان قرب مسجد عبير بروميير ايطاج 80 متر، اللي بغاها مرحبا، حتى هي راه مازال كاينه، الثمن ديالها هو 64 مليون. بالنسبه لحي البركه كاين عندنا بارتمان 80 متر في الدوزيام ايطاج، الثمن ديالها هو 60 مليون. عندها جوج واجهات وفيها ثلاثه البيوت وصالون وسيجور، جوج حمامات وكوزينه، اللي بغاها مرحبا، راه مازال كاينه. وكاينه عندنا بارتمان قرب مسجد البوكاري، بارتمان كبيره ما شاء الله، فيها 114 متر، الثمن ديالها هو 69 متر. وبالنسبه للسكر راه ثلاثه السكر اللي كاينين، بارتمان زوينه كبيره والثمن قابل للتفاوض، عندها جوج واجهات، اللي بغاها مرحبا، راه مازال كاينه. بالنسبه لحي البركه راه كاين عندنا فيه بارتمان زوينين ما شاء الله. وبالنسبه للبارتمان اللي كاينه قرب اناسي راه مازال كاينه، بارتمان كبيره وجات في إقامة نقية محروسة. بالنسبة لإقامة الأدارسة كاين عندنا بارتمان زوينة ما شاء الله، بارتمان كبيرة اللي بغاها مرحبا، كتواجد في بروميير إيطاج، فيها 80 متر، اللي بغاها مرحبا. بالنسبة لإقامة الحريري كاين عندنا بارتمان زوينة فيها 80 متر بروميير إيطاج، حتى هي مازال كاينة. بالنسبة لإقامة الحرية في الديور ثلاثة السكان اللي كاينين، كاين عندنا بارتمان زوينة في بروميير إيطاج، حتى هي مازال كاينه وعندها جوج واجهات، اللي بغاها مرحبا. وبالنسبه للهدى سيدي مومن راه مازال كاين عندنا بارتمان تما زوينين، اللي بغى شي حاجه مرحبا. كاين لاسانسور، المهم راه باقي عندنا بارتمان تما زوينين. كاين عندي بارتمان تجاريه ريتشوسي، كاين لاكاف، المهم حتى هي مازال كاينه. وبالنسبه للبارتمان اللي كاينه في اقامه والماس بروميير دوزيام ايطاج، فيها 60 متر، الثمن ديالها هو 40 مليون، اللي بغاها مرحبا. وبالنسبه للبارتمان اللي كاينه في المرس سيدي مومن، بارتمان زوينه
فيها 109 متر، وكاين فيها كراج اللي بغاها مرحبا. الثمن ديالها هو 66 مليون، قابل للتفاوض اللي بغاها مرحبا. هو راه كاين بارتمات في القناه، راه ما غاديش نعقل على كل شيء وما غاديش نذكر معكم كل شيء حيت صعيب باش غادي نعقل على كل شيء. المهم دخلوا للقناه نوال المذكوريه، اللي عجبته شي حاجه مرحبا، واللي بغى شي بارتما يتواصل معايا في الواتساب رسل ليه الرابط ديالها مرحبا، واللي باغي يحط عندنا العقار ديالو مرحبا والف مرحبا، تواصلوا معنا نجيو حنا نصوروا. راه التصوير تيكون بالمجان، راه كيوصلوني فيديوهات ناقصين في التصوير، ما كتحطوش البارطمات ديالكم حقهم في التصوير، كيكونوا بارطمات زوينين الصراحه، ولكن التصوير راه كيكون ناقص بزاف، كيكون بالطول ديال التليفون ماشي بالعرض. المهم بالنسبه للناس اللي كيبغيو يصوروا راسهم ماشي مشكل، صوروا بالعرض ديال التليفون ماشي بالطول، بالعرض بشويه عليكم، صوروا بشويه بشويه، تكون 10 دقائق، ديك 10 دقائق قسموها باش توصلني في الواتساب دغيا، تكون كل 2 دقائق بوحدها. والمعلومات والتصايرات ومرحبا. وبالنسبه لحد السوالم راه كاين عندنا فيه بقع سكنيه وبقع تجاريه. بالنسبه للدار ديال 18 مليون راه مازال كاينه، جات ما بين سيدي الرحال وحد السوالم، دار زوينه صراحه، فيها السفلي مبني مزيان مصايب مقاد، وكاينه جريده قدام الدار، وكاين الفوق حتى هو راه على الضاله حتى هو مبني. المهم اللي بغاها مرحبا. وبالنسبه لسيدي رحال راه كاين عندنا فيه فيلات، وكاين عندنا فيه بارتمات زوينين، اللي بغى شي حاجه مرحبا. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم المحتوى ما تنسونيش من الجيمات والبارطاج القناه مع العائله والاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده وتشجعوني حتى انا نزيد نحط اكثر. وكنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم، ونكون كنفيدكم ولو بشي حاجه بسيطه. وراه ان شاء الله كاين الجديد، وكاين بارتمات زوينين غادي نشاركهم معكم. بالنسبه للناس كيسولوا على بارتمات صغار، غادي ان شاء الله نجيب لكم بارتمات زوينين، والثمن حتى هو مناسب. والى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.